ملف سد النهضة الإثيوبي محور محادثات في القاهرة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وكانت جولة جديدة من المفاوضات قد انطلقت أمس بمشاركة الدول الثلاث بعد شهر من اتفاق الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي على استئناف المفاوضات. وتقول القاهرة إن المفاوضات الجديدة لها سقف زمني، فيما تؤكد أديس أبابا بأن سد النهضة لن يتسبب في أي ضرر لدولتي المصب، بل سيعود بالفائدة على الجميع. سمير عمر ينضم إلينا من القاهرة للمزيد عن فحوى هذه المحادثات والسقف المتوقع منها. سمير، يعني السقف المتوقع من بدء هذه الجولة من المفاوضات هو بلوغ اتفاق قانوني ملزم وشامل للأطراف الثلاثة المشاركة في التفاوض قبل انتهاء الأربعة أشهر منذ انطلاقها ومنذ تم الاتفاق عليها في 13 من يوليو الماضي. لكن هل هذه الجولة ستقود إلى هذا الاتفاق؟ بالقطع لا، لأن 3 سنوات من الجمود ونحو 10 سنوات من المراوغة ومراوحة المفاوضات مكانها لن يتم حلها في يومين. بالأمس انطلقت الجولة الأولى من المفاوضات بعد التوقف، واليوم استؤنفت هذه الجولة. من المفترض في ختام اليوم الثاني للمفاوضات سيتم الاتفاق على موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات بين الدول الثلاث. لكن اللافت فضيلة في هذه المرة هو أن تبدو النوايا والإرادة السياسية للأطراف المشاركة في التفاوض هذه المرة أكبر من سابقاتها، وأن بلوغ الاتفاق في هذه المرة يبدو أقرب مما كان عليه. كانت آخر يعني لقطة في هذه المفاوضات عندما اجتمع المفاوضون في كينشاسا برعاية رئيس الاتحاد الإفريقي، وكان هناك اتفاق كما قيل آنذاك على نحو 90% من النقاط الخلافية، ولكن لم يحدث هذا التوقيع على الاتفاق الملزم الشامل للأطراف الثلاث. هذه المرة تبدو المسألة أقرب حسب مراقبين وحسب متابعين لسير التفاوض في يوميه يوم أمس واليوم. لكن على الأقل لا يمكن القول بأن ما كان بين الأطراف الثلاثة وبالتحديد بين القاهرة وأديس أبابا من خلافات قد حسم، لكن الطريق بدت أكثر معبدة أكثر والخلافات في تراجع، حتى يمكن الاتفاق على نقطتين مهمتين هي كيف هي التعاون مع الملء والتشغيل في وقت الجفاف والجفاف الممتد. أشكرك سمير عمر في القاهرة.